ذكر موقع الترجي والزمالك خلاص بقت موجودة في كل منافذ البيع في تونس، وبالتالي برضو ده بيأكد المداخلة اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. تذاكر موقع الترجي والزمالك موجودة في كل المنافذ، ومن المقرر ان هي تستمر عملية البيع خلال هذا اليوم. الملف ده بالكامل اهو قدام حضراتكم، جبناه لكم بتغطية بمتابعة خاصة فيما يتعلق بالترجي والمشاكل كلها والتفاصيل اللي بتخص هذا الأمر.